امرأة تخصص ثوبا للصلاة وهو من ثياب الرجال، هل تجوز صلاتها وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالرجال؟ إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام، سواء كان في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فلا يحل لامرأة أن تلبس ثوبا خاصا بالرجل، ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبا خاصا بالمرأة، ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية. ليست الخصوصية في اللون، ولكنه في اللون، ولكنها في اللون والصفة. ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل، وإذا تبين أن ثوب أن لبس المرأة وإذا تبين أن لبس المرأة ثوبا يختص بالرجل حرام، فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون الساتر مباحا، وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحا، ومنهم من لم يشترط ذلك، وحجة القائلين اشتراطه أن ستر العورة من شروط الصلاة، ولا بد أن يكون الشرط مما أذن الله فيه، فإذا لم يأذن الله فيه لم يكن ساترا شرعا لوقوع المخالفة. وحجة من قالوا بالجواز، أي أو بعبارة أصح، وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم، أن الستر قد حصل والإثم خارج عن نطاق الستر وليس خاصا بالصلاة، لتحريم لبس الثوب المحرم في الصلاة وخارجها. وعلى كل حال فالمصلي بثوب محرم عليه على خطر في أن ترد صلاته ولا تقبل منه. نعم.